مصر دولة مدنية، حكمها مدني وحكومتها مدنية. ده كلام ما فيهوش كلام. الدستور قال بذلك ونحن نعمل في إطار الدستور. الثاني أساس هذا التحالف أو هذا الائتلاف، أولا أن مصر دولة مدنية حكمها مدني وحكومتها مدنية، هكذا قضى الدستور ونحن نعمل في إطار الدستور. العنصر الثاني حماية الدستور، والبداية خارطة المستقبل التي تدخل الآن في مرحلتها الأخيرة، أي الانتخابات البرلمانية، حتى يكتمل أو تكتمل مؤسسات حكم الدولة. الدور البرلماني دور مهم فيما يتعلق بإصدار القوانين، له دور تشريعي ودور إداري. وقانون الانتخابات صدق رغم عدد من التعديلات اللي بعضنا فكر فيها، الا انه خلاص صدق وقانون قائم وسوف ينفذ، ويجب ان نعمل على اساس انه الانتخابات ستتم وفق هذا القانون، ومن ثم نشوف دوائر موقفنا في هذه المرشحين.